وفرة في سلع اللحوم، أسعار مخفضة، وإجراءات صحية لسلامة الأغذية، هذا ما تقدمه الجمعيات الاستهلاكية في موسم عيد الأضحى المبارك التي تزداد فيه الطلبات على سلع اللحوم من خلال توفير وزارة التموين لأكثر من 20,000 رأس ماشية استعداداً للموسم. عندنا حضرتك دلوقتي كميات بتنزل في الوقت الحالي، يعني مثلاً إذا كنا بننزل طن في اليوم من فترة مثلا من 10 ل 15 يوم، دلوقتي بينزل حوالي 5 طن، كميات كبيرة جدا من اللحوم السوداني الطازجة، زائد اللحوم الضاني البلدي واللحوم الضاني السوداني. عندنا اللحوم السوداني الطازجة اللي هي الكندوز الكيلو بتاعها ب 85 جنيه، عندنا الضاني البلدي الكيلو بتاعه ب 100 جنيه، عندنا الضاني السوداني المبرد الكيلو بتاعه ب 90 جنيه. طبعا الكميات متوفرة بكميات كبيرة جدا، زائد ان الخدمة عندنا متواجدين من الساعة 8 صباحا حتى بعد الساعة 10 بالليل. سلامة اللحوم تبدأ أولاً في حجر أبو سمبل قبل ذبح الماشية من خلال فحص الطب البيطري، ومن ثم فحصها بعد الذبح وحتى بعد وصولها داخل المجمعات الاستهلاكية من قبل الجهات الرقابية من وزارة الصحة والتموين، لتكون منافذ آمنة لبيع اللحوم في مختلف المحافظات. أول حاجة احنا عندنا دكاترة في الشركة، ثاني حاجة في دكاترة في المجزر، الدكتور بيكشف على الحاجة، دكتور المجزر تاني حاجة، دكتور الشركة عندنا بيكشف على الحاجة قبل ما بايه، قبل ما بنستلمها طبعا، إذا كان كندوز أو ضاني أو ضاني سوداني، فالحمد لله رب العالمين حاجة بتوصل بجودة زي الفل، وزي ما أنت حضرتك شايف اللحم متعلق متفوض بنظافة الحمد لله بنزاهة، بوصلها للزبون الحمد لله رب العالمين بأحسن نظافة يعني. وبجانب توفير الخراف الحية للأضاحي وافتتاح وزارة التموين ل65 شادراً لبيع الخراف الحية على مستوى الجمهورية واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق، تستمر المجمعات الاستهلاكية بفتح منافذ بيعها على مدار أيام الوقفة وأول أيام العيد لتلبية كافة احتياجات المواطنين.